Mr. Speaker, I'm sure the whole House will want to join me in condemning the barbaric attack this morning on an office of a magazine in Paris, in which it's reported that 10 or more people may have been killed. While details are still unclear, I know that this House and this country stands united with the French people in our opposition to all forms of terrorism, and we stand squarely for free speech and democracy. And these people will never be able to take us off those values. الخبر هز العالم كله، لكن انا متوقف مع تعليق الرئيس فرنسا في موقع الحادث، بيقول ان العمليه أو هذه الجريمة جريمة إرهابية وليس لها مثيل، وقعد يندب بالحادث، وده كلام سياسي دبلوماسي معروف في مثل هذه الوقائع. لكن أنا عايز أفكر الرئيس الفرنسي بتاريخ الإرهاب الفرنسي في الجزائر. خلينا نقول إن فرنسا هي التي قدمت الإرهاب للعالم كله في الجزائر. الجزائر مش بلد مليون شهيد، ده الجزائريين بيقولوا أنه قتل في ثورة الجزائر على الشعب الجزائري الأبي على المحتل الفرنسي أكثر ما يقرب من 3 مليون، وليس مليون شهيد فقط. المحتل الفرنسي كان بيقطع رقبة الناس ويشيلوا الجماجم، وفي صور زي ما احنا شايفين صور معروف والناس ترجع عليها كتير جدا، في إرهاب منظم للمحتل الفرنسي للجزائر. إن الرئيس الفرنسي لما بيتكلم على هذه الجريمة أو هذه الواقعة بيتكلم إنها جريمة ضد المدنيين، فالتعبير السياسي والدبلوماسي بيقول إن الجرائم ضد المدنيين هي إرهاب. وأنا بقول مع هذا التعبير إن فرنسا هي أم الإرهاب وأم الجرائم ضد المدنيين، بدليل إنها حتى الآن لم تعتذر عن جرائمها ضد المدنيين في الجزائر. محى من الوجود 25 قرية في الجزائر بكل من فيها، ولم يترك حتى الحيوانات. محى 25 قرية بكل ما فيها ولم يترك حتى الحيوانات. يا سلام، شفت المدنية بقى، وشفت الحرية والإخاء والمساواة، وشفت التعبيرات، وبيكلموا عن الإرهاب دلوقتي. أنتم من زرعتم الإرهاب، أنتم من أسستم الإرهاب وأسستم جرائم قتل المدنيين بصورة بشعة، بصورة ينفر منها كل ما له صلة بالإنسانية.